الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا متواصلة مشاهدين الكرام، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ، ونتابع اللي قاد المسيرة شاهين انطلق إلى مقدمة الشوط. العبد الله بن سعود بن علي الحبسي يتصدر القيادة اللي هو نجد، أما في المركز الثاني بنفس الشعار لكن العلي بن سعود الحبسي. المركز الثالث يتقدم شاهين للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري، يصل بن وديمة سالم بن علي بن وديمة العامري ويقدم شاهين على مستوى المركز الثالث. شوف الوصول بن شافي، يا سلام يا نايف، علي بن عبيد بن شافي العامري ينطلق بنايف ابو عبيد كي يحقق الفوز والانتصار. الله يا هذه المعركة ما بين القعدان. شوف الكوكبة سالم بن علي بن وديمه يغير لكن شوف ارصد يا ابو حمد يا القابري، خلك متابع للشعار السماوي اللي خلف الخمس يتركت الشوط، لكن خطير للغاية يبغى يعبر في الامتار الاخيرة، لكن بن وديمة او بن شافي او الشيخ نهيان بن ركاض العامري اشتدت المعركة وبدت المنافسة ما بين بن شافي. ابو عبيد يعبر يحيى بن شامس المنهالي غادم في اللحظات الاخيرة، لكن راح بن شافي حقق الفوز. علي بن عبيد بن شافي العامري مشكور يا ابو عبيد مشكور. الثاني مشاهدي الكرام لسالم بن علي بن وديمة، الثالث لسعود بن علي الحبسي. التوقيت 2:12. تهانينا والناموس لعلي بن عبيد بن شافي العامري.